مباشرة الفقرة الشيوات التي عند كريمة من سيدي قاسم اللي موجودة من المتكامل واللي فيه واحد الطاجين معتبر باللفت المحفور اللي ما كنسالكوش للأسف بزاف وعنده فوائد كثيرة وعنده قيمة غذائية كبيرة. فنتمنى أنكم تسجلوا معنا المقادير والطريقة تحضير ديال هاد الشيوات اللي غادي تقدم لنا كريمة من سيدي قاسم. صباح الخير كريمة. صباح النور. كيف صبحتي على خير؟ الله يبارك فيك. تحية ليك ولكل عائلة ديالك. الحمد لله. الله يبارك فيك. تحية لكم كاملين. تحية للمستمعات. بارك الله فيك. مرحبا بسلامك. شكرا لك بزاف كريمة. العفو ما كاين. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله على بركة الله. نبداو بخبيزات ياكي؟ ايه. عندنا نص كيلو دقيق. خميرة معجونة. نص كيلو ديال دقيق الفوس وشوية ديال الخميرة معجونة. بيضة. ايه بيضة وحدة. الملح. شوية الملحة. الماء. ايه والماء الكافي دافي باش نجمعو العجين. دافي لا كان الصهد بلا ما نديرو. ماشي غير الصهد بلا ما نديرو الماء دافي. واخ. كنعجنو العجينة. نقسموها على ثلاثة. ايه. ونخلوها تخمر عادية. الأولى كنسمها باللوز مهرمش. ولا كان زيت ارغان كيفاش لوز لوز مهرمش مهرمش وزيت ارغان كنسمو هذا كنديروها فيه واخا الكراسه الثانيه كنديروا ليها الزيتون الكحل مع شويه زيت البلديه والزعتره مع شويه ديال زيت البلديه والزعتره كنديرهم في الميكسر هكا داك الزيتون مع الزيت صافي كنسمو كندخلوه فيها ندخلوه في العجينه الثالثه كنديروا لها زريعه الكتان وش الزنجلان اللي بغى حبه حلاوه ونافع يديرها ايه اما حبه حلاوه ونافع اما الزنجلان وزريعه الكتان ايه يعطيك الصحه خبزات من السمين كنخليوهم يخمروا كنقرصوهم عاديا كنقطعوهم شويه داك كنديروا لهم داك ديكوراسيون شويه بالموس هكا ايه نفلحوهم شويه نعطيهم شي رسومات ايه واخا صافي كندخلوهم يطيبوا عاديا نمشيو للغدا؟ ايه نمشيو للغدا هاد الخبيزات ممتازين سواء الفطور ولا في الكوتي والمسمين يعطيك الصحة الله يبارك فيك نمشيو للغدا ان شاء الله كنقطعو اللحم إذا كان إذا كان داك المغرس عرفتيه؟ ايه المغرس داك الديالة ديال البقري ايه غناخدو الطنجرة واخا هذا غتعطينا ياك الطاجين ديال اللفت المحفور ياك؟ ايه غنديرو اللحم نديرو سبانك انت لحم الراس شوية بصلة مشلدة كبيرة بصلة وحدة مشلدة معلقة ديال السمن معلقة ديال السمن الخرقوم شوية الخرقوم سكينجبير سكينجبير الملح شوية الملحة الابزار الابزار صافي كان شويه زيت الرومية حيت دايرين السمن بغينا نديرو ايه واخا بغينا نديرو زيت البلدية زيت البلدية نديرو زيت الرومية ايه السمن صافي بعدا كنشحروه كنرويوه صافي كيعرف فاش كيدخلو الطياب كنحيدو كنحلو الطنجرة كنديرو اللفت المحفور ايه عاود ملي كيطيب شوية اللفت المحفور كيكون مازال خصو غير شوية كنديرو الزبيب اللي قدم عندنا في الزكناه صافي وصلت الفكرة؟ ايه وصلت صافي كنخليو داك الزبيب يغلى شوية يدخل في ينسج مع العناصر مزيان وصافي نقدمو الطبق رائع الله يعطيك الصحة فعلا اللفت المحفور ما كناكلوش بزاف لا مفيد بزاف وثاني مكان المنطقة اللي ما فيهاش اللفت المحفور كنديرو داك اللفت كنقول له بوخاتم ولكن انواع كثيره ديال نو البيض اللي فيه الموف ايه 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 واخا حتى هو كيجي مزيان كيتقطع طرونش الله يعطيك الصحة الله يبارك فيك نبدا شي حاجة في الغدا ولا نمشيو للكوتي نعطيو ديسير ايه واخا كناخدو نص طرد ليمون ونص طرد الحليب واحد الكاسرون كنديرو فيها شوية الليمون كله الكمية كاملة كنديرو نص مول شوية تاع الفاني وشوية وسنيدة حسب الدقيق نجمع يلقات وكنديرو واحد المعلقة ديال النشا كنحيوكو حتى تيعقد شوية كنديرو نشدو واحد الكيسان يكونو ترونسبارون قبل
نديروا لا ديكوراسيون على الكيسان كنجدوا نديروا الرمان نديروا في حط الصيل وكنشدوا الفنيده كنديروا في حط الصيل كنشدوا الكيسان كنقلبهم على كنديروا باش كيجي فمو فيه الزيرو ديك الحافه الفوقانيه كندوزوها في الزيرو عاد ديك الساعه السنيده وديك عاد السنيده باش كندير ديك لا ديكوراسيون كنديروا الليمون هو الاول تبقى منه تبقى منه كنخليه شويه يعقد يشد راسه كنديروا في الطريقه الحليب عاد كنديروا حتى نساليو لا كونتيتي كامله صافي كنكون ناكل بالمعلقات يعني كتاكلي كتجي تبقى ديال الليمون عاقده بالمشا وتبقى ديال الحليب حتى هي عاقده بالمشا حتى هي عاقده وحتى لك محتاج جوج طبقات من الحاجه ماشي مشكل اييه فعلا تقدري ديري الليمون الحليب الوسط الليمون الثالث اييه واخا هذا بالنسبة للديسير وشكرا لك بزاف على داك الطاجين ديالنا في المحفور في الغداء قدمتينا كذلك خبيزات في الفطور غادي نمشيو للكوت ياك تعالوا مرحبا بكم تاكلوا الطاجين لا اختك بارك الله فيك شكرا مرحبا بالمستمعات كاملين اييه الله يعطيك الخير بارك الله فيك هذا هو المضمون في كل المستمعات المغربيات الحاذقات الحمد لله المغرب بلاد الكرم الحمد لله واخا كريمة لا سمحتي مازال غادي نمشيو معاك لباقي الاقتراحات غادي نديرو غير فاصل اعلاني نرجعو عندك بقي معنا نرجعوا دائما وصلوا باقي شوات المقدمه من عند المستمع الوفي جدا مشكوره كريمه من سيدي قاسم الو كريمه الو اذا نمشيو للغوتي غوتي وي ولا تدخلوا معايا لي بسكوت ايه واخا كاين كيلو الدقيق ايه طريقه تحضير ديال البسكوت واخا الدقيق ممتاز جمعه سنيده جمعه القديه سنيده نص كاس زيت نص كاس ديال الزيت خميره معجونه اييه شويه ديال الخميره المعجونه خماره حمراء خماره بحضره ديال الحلوه كنجمعو هاد المقادير ونصيطو هاد الحليب دافي صافي وصلت الفكره واخا كنعجنوها ندلقوها مزيان كنديروها على شكل قرصات ونخليوها ترتاح هادي كتجي فيها شي 4 حتى 5 قرصات واخا كنطلقوها بالكلاك ملي كترتاح كنطلقوها بالكلاك كنطويوها على شكل بحال الشميك وهي خاوية هادي الشميك كيكون عامر هادي كتكون خاوية يعني نضرموها بحال الشميك هي خاوية ما فيها ما حوش ولا والو غتطلق غتطلق غنخليوها عاود تخمر من 5 حتى 6 ساعات شوية ندخلوها الفران طيب هكاك باقيت وملي نخرجوها واش نديروها في اللاطة ولا نديروها في الخبز؟ في اللاطة اللاطة ديال الحلوة مدهونة يعني غتجيب هادو غتجينا 5 ديال الحليبلات غتجي 4 حتى 5 4 حتى 5 على حسب انت اللي بغيتيها يكون شوية كبير كيكون غير نورقوها قلتي لنا نبرموها بحال شناك ونديروها في حليبلات في اللاطة وندخلوها الفران صافي ها صافي كندخلوها الفران ما كتخرجش كتقطع كنحاول ما نقطعوش مايله بحال الفقاس كنقطعوها نيشان ايه واخا وكنعاود ندخلوها للفران هذا كندهنوا به شويه العسل على الشوكولاته الوليدات الصغار الكيكه ايه واخا كيجي بحال البسكوت بحال الطوست بسكوت واخا ثاني كيدير شويه ريجيم ولا هذاك يقدرش على لي كيك ولا الفقاس هذا كياكلهم كيف مزيانين وعندنا في العشاء نديرو هربل ايه كنقطعو هربل على حسب كونتيتي كل واحد شنو هو اللي هو داك القمح اللي داك الزرع اللي مهرب عندك في المهرس كنفزقوه كنخليوه حتى تيهزك مزيان ونغسلوه مزيان كنديرو في واحد البرمه يطيب شويه الملحه وشويه الزعتر في اليوم دقوقين كحل سنطحوني مزيان الزعتر في اليوم واحد المعلقه ديال حب رشاد كنخليهم حتى تيطيب حتى ينشف ينشف مره من داك الماء باش ما يجيش ملي كنديرو الحليب ما كيجيش جاري صافي كون ملي كينشف كندوروه بالحليب الا كان حليب غبره احسن ماشي حليب عادي الا كان حليب غبره انت كديري حليب بقر ولا يعني انت مجربه بحليب غبره وجا مزيان اييه كيجي عاقد مزيان اييه صحه ونظهر بالفعل هو صحي وخفيف بالنسبه للعشاء اييه ولا حتى في الفطور حتى في الفطور الصباح حتى في الفطور كيجي ممتاز حتى في السوبيير
كنخرجوا على واحد معلقه كبيره ولا جوج ديال الزبده البلديه نخليوها تذوب ديك السخونه فعلا صافي كنحطو في المشربات كيجيو زوينين الله يعطيك الصحه صافي تبارك الله عليك كلوا علينا وكل خير تبارك الله عليك شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم كريمه من صدقه الله يبارك فيك الله يبارك فيك صباحك مبروك علينا وعليكم وكنسلم عليكم كامل على الطاقم وعلى لبنى وسناء كلكم شكرا لك بزاف انا كنشكرك لانه خدمتي في العام الله يوفقك